روح بقى بس فن تعملوا دلوقتي الو ممكن نقعد معايا عشان الادريس هتكون هنا في مننا يا رب انت بتعمل معانا كده ليه اللي بيحصل معايا ده كتير قوي وفوق طاقتي قوي ده اخويا الوحيد اللي ماليش غيره في الدنيا اقول له ان هو مش عاجبني اللي بيعمله معايا هي دي تبقى صلاة اصلا ميرا البس ايه كل المواد اللي فاتت حاجه ودي حاجه تانية خالص وفي وظايف تبقاش مناسبه للبنات ميرا انا محتار اسافر ولا الالم والظروف الصعبه الخوف من المستقبل القناعه والاكتفاء مشيئه ربنا وخطته لحياتنا الحياه بالاخلاق المسيحيه في المجتمع الحب والارتباط موضوعات عمليه ناقشناها في برنامج ناس زينا ازاي اثق في ربنا اصلا وانا عماله اخد فوق دماغي مش مقتنع طبعا مش مقتنع تماما مش مقتنع الموضوع ده بيسبب لنا مشكله جامده قوي نفسك مكانه بقى تخيل نفسك في مكانه وليه حصل طب ما كان يموت هنا فعلا زي ما كان لو هو هيموت فعلا يعني ربنا هيخسر ايه لو فهمنا ولان الموضوعات دي بتصير في اذهاننا اسئله كتير جدا بعضها تناولته الحلقات والبعض التاني ما لحقناش وبناء على طلبكم هنتقابل على الهواء مباشره عشان نتواصل معاكم ونسمع كل أسئلتكم.